استيقظ الأردنيون على خسائر فادحة بسبب سقوط حبات البرد الكبيرة على مركباتهم وألواح الطاقة الشمسية والمحاصيل الزراعية دون أي تعويض في ظل الصعوبات والأعباء الاقتصادية التي يواجهها الأردنيين. ليش الأرصاد لا حذرت ولا بلغت ولا حكت أنه في برد وأنه في أمطار وأنه في سيول؟ عداك عن المزارع اللي غرقت، طبعا احنا نحكي على الارصاد الجوية اللي المفروض يبلغوا الناس خسائر المزارعين مش بالملايين، بالمليارات. مزارعين الازرق انشطب وشطب، انا عندي قمح وشعير طبعا انشطب راح، هذا عشان ايش؟ عشان الارصاد الجوية تنبسط، عشان الدولة تنبسط. شايف سيارة بنتي طالعة الصبح على الجامعة، لو ما وقفوا الدفاع المدني واستمرت بالسير كان السيارة راحت شطب، هاي قزازة مكسر، البودي من ورا كله مطعج، البودي الأمامي مطعج. عندي صور أنا لمزارعين بالأزرق راحوا شطب، مناحل راحت بسيول المي بالوديان. ليش؟ عشان الأرصاد الجوية ما تطلع تبلغ وتحذر وتحكي يا مزارعين أنه 1 2 3 4، وأنه يا ناس الصبح في الساعة كذا بين الساعة كذا راح ينزل برد، حبة البرد قد الحجر. خسرنا، هذا كله خسائر، هذا كله خسائر على المواطنين. يزبه المواطن معاه ياكل عشان يركب قزاز لسيارته، قاعد يجي يركض على محلات التصليح. المزارعين عندنا انشطبوا وراحوا خلص. هسه المزارعين السنة هاي غير الحجوزات اللي عليهم، غير التنفيذ القضاء اللي عليهم المطلوبين إلو، أنا واحد من المحجوز عليهم. شايف راحوا خسائر السنة هاي، ما فيه، فيش موسم السنة هاي، ما في موسم علشان الأرصاد الجوية ما تطلع وتحذر. هسه بكرة يقول لك لا إحنا طلعنا وحكي، لا يا سيدي ما طلعوا ولا حكوا، لأنه إحنا كمزارعين متابعين النشرة أول بأول، متابعين الأخبار حتى على التلفون متابعينه. أنا عندي بيجيني رسائل على التلفون، لا بلغونا ولا حكونا ولا بالتلفزيون ولا بالأخبار ولا بأي إشي. الصبح السيارات تقريبا فوق 20-30 سيارة الصبح جتنا، على كله خسائر بعضهم، يعني قزاز على أضواء على دهان كامل، يعني السيارات كلها ضررت كتير يعني، وخسارة تقريبا فوق بالملايين خسارة الناس اليوم بالسيارات. يعني انا عندي اول ثاني زبون هذا يعني من الصبح، قزاز امامي والسيارة كاملة، وهاي السيارة خسرتها فوق 10,000 دينار هاي لحالها، البانورام مع القزاز الامامي مع البودي كامل. الصبحيات الساعة 7:30 انا طالع على شغلي، طالع له الجو بلشت تشتي، قلت خلينا استنى شوي قبل ما يهدى الجو، بلشت ترمي حب عزيز، خمس دقائق طلعت لقيت الدنيا كلها مكسرة ولا سيارة سخسرين، السيارات كلها مكسرة ومطبشة، طبعا خسارتنا فيها فوق 15-20 ألف، والحمد لله بعوض الله، والأهم أهم شيء إنه ما حدا صار فينا إشي. بس بدي أسأل ليش الشركات، راجعت شركات تأمين بقول لك أنا ما بتعرف عليك، ما بعوضك، ما إلي فيك. طبعا المؤاخذة أنا خسارتي هاي، أنا سيارة صافي بالشارع، سيارة زي هاي حقها بالسوق 12 ألف، وانضربت وتكسرت، التأمين وين؟ ما يعني بديش عمي عوضني، التأمين يصلحها، بس عندي روح صور السيارة فيش فيها اشي سكسليم، شطب كلها، فحصة كلها التندة كبسة انشطبت، وهاي السيارة هاي بانوراما كاملة اتكسرت، حق البانوراما 3000 دينار. على الأصوات اللي كانت طالعة صحينا لقينا القيامة قايمة زي ما بيحكوها، السيارات اتكسرت، تكسر لنا هاي السيارة، تكسر لنا كمان سيارة، تكسر لنا كرميد البيت، الحمام الشمسي، الشجر اللي بالبيت، كل شيء خسرنا، يعني خسارتنا لا تقدر، وشركات التأمين مش راضي تتعرف علينا، لا راضي تتعرف علينا بنص القيمة ولا بالقيمة كاملة، بقول لك روح ارفع علي. اتدمرنا يعني زي ما انت شايف، السيارات كلها تكسرت اتدمرت، والمخاسر المادية احنا اللي بنتحملها. وين اصلا نشرة الاخبار ما تحذرنا من هذا الحكي، انه انتو خبوا سياراتكم ضبوهم، مش المفروض هاي عاصفة وفي ارصاد جوية والحكي هذا؟ التأمين أنا كنت طالع الصبح بدري على دوامي الساعة 7:30، فبلشت مطر خفيف نزول الملكة عليا، بعد نزول الملكة عليا عند جامعة تطبيقية بلش يرمي حبات برد، يعني هي كانت خفيفة أول إشي، على مستوى أنا فكرت إنه حدا بيرمي علي حجر يعني قاعد، فتفاجأت بعد ما تعديت الجامعة التطبيقية ما فطنا غير وهي نازلة مرة واحدة. يعني الله يا ربي يجيرنا، ما يكون غضب من رب العالمين وتكون يعني هذا تقلب المناخ، والله يجيرنا. وأنا ما بتمنى لواحد ينحط في الموقف اللي أنا انحطيت فيه، يعني لأنه كان موقف مرعب جدا. مواطنون أعربوا عن غضبهم الشديد لعدم تعويضهم من التأمين الشامل، محملين الأرصاد الجوية المسؤولية الكاملة
بسبب عدم الإعلان عن هذا الكم الهائل من الثلج على زجاج سياراتهم لأخذ الحيطة والحذر.